في مشهد قد لا يتكرر كثيرا، تسابق فرق الإنقاذ الزمن، والسفارة اليمنية في أنقرة تعلن عن قتلى ومفقودين من رعاياها، مع ارتفاع الضحايا إلى أكثر من 24 ألف شخص وأكثر من 80 ألف مصاب، مع صعوبة إخراج الأحياء في الشمال السوري بعد مرور أكثر من 120 ساعة على الزلزال. أهلا بكم. في مشهد لا يتكرر كثيرا، تسابق فرق الإنقاذ الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأجل إدراك العالقين. بعد 6 أيام من الكارثة خرج الكثيرون إما أحياء أو موتى أو مصابين، وتبقى كثيرون تحت الأنقاض لا يعرف مصيرهم رغم الاستجابة الاستثنائية للكارثة وضخامة الفرق التي تعمل. يبقى الأمل والرجاء وحدهما بغية المتضررين قبل المنقذين. أكثر من 100 ساعة قد مرت على الكارثة الإنسانية العميقة في نفوس المتضررين وذويهم وذاكرة العالم. هنا تبذل الجهود تلو الجهود، ومع كل يوم جديد وساعة جديدة ودقيقة تلو دقيقة تفقد أرواح هنا، إلا من كان أحاطته عناية الرحمن لينجو في الساعات أو حتى الأيام القادمة. خليك عمو، خليك متبعت. يلا يلا يلا، استنى عمو، استنى شوي. تستمر الموجات الارتدادية بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مع احتمال حدوث موجة زلزالية جديدة غير مستبعد، فتصبح الكارثة أكثر تعقيدا ومحنة العالقين أكبر. ولأجل الأحياء أعلنت الحكومة التركية عن إيواء أكثر من 1,000,000 شخصا إلى مواقع آمنة ومؤقتة. تسابق فرق البحث والإنقاذ الزمن للعثور على ناجين في كل المدن التركية المتضررة، إذ بلغ عدد فرق الإنقاذ والمتطوعين بحسب آفاد التركية أكثر من 100,000 شخص، مع معدات حديثة وفرق دولية مشاركة. تعمل الفرق ليل نهار دون كلل أو ملل، تنتهي فرقة من مهامها للاستراحة فتباشر الأخرى، وهكذا تبقى الأعين ساهرة والقلوب داخل الأنقاض مقبوضة خافتة تنتظر يدا تمد لها. وأما في سوريا فالمأساة هي كل شيء، ففي بيان للدفاع المدني في شمال سوريا أعلنت فيه عن صعوبة انتشال الضحايا أحياء من تحت الأنقاض، فلا معدات حديثة ومتطورة لتسريع عمليات الإنقاذ، ولا حتى الوقود موجود لتحريك تلك المعدات. سمعني. هنا طفل في مدينة جندريسة في حلب يحاول المنقذون إخراجه، فتوقف قلبه الصغير عن النبض وفارق الحياة في آخر لحظاته في صورة حية تجسد الألم ورمادية المشهد، لتصرخ الأمم المتحدة بالمناشدات لأجل إدراك ما يمكن إدراكه لأجل الإنسان. لم يقف العالم متفرجا، فهب لنجدة الإنسان. كان الحدث كبيرا والألم عسيرا والدموع كثيرة، وكذلك الأمل حاضرا، فلن يتوقف المسعفون عن العمل حتى إخراج حي أو ميت من تحت هول الركام. الوضع الكارثي الناتج عن زلزال شرق المتوسط تطلب وقفة جادة لإغاثة الشعبين السوري والتركي، فكانت الاستجابة بحجم الحدث علاوة على الفهم العميق لأهمية عامل الوقت في تقديم المساعدة الضرورية. أعلنت سفارة بلادنا في أنقرة عن تلقيها بلاغات بوجود عدد من رعاياها في قوائم الضحايا من جراء الزلزال في الجانب التركي، وأعربت السفارة في بيان لها عن وجود 9 مفقودين، 7 منهم في مدينة هاتاي وآخر في مدينة مالطا، ومواطن لم يتم تحديد موقعه.
وأكد البيان نجاة زوجة أحد المفقودين مع ابنتها المولودة أثناء عملية الإنقاذ. ونعت السفارة على صفحتها في تويتر وفاة الطالب حمدي يحيى علي الغزالي وزوجته، وكذلك المهندس برهان عبد الخالق العليمي وعائلة الدكتور محمد عبد الرعوي المكونة من الزوجة وأختها وطفلين. وتؤكد السفارة في بيانها على أهمية توخي الحذر واتباع كامل التعليمات الصادرة عن السلطات التركية للسلامة. إلى ذلك صرح مصدر مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد أن الطاقة المنبعثة من الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.7 درجة تعادل 500 قنبلة ذرية. وأفادت إدارة الكوارث عن ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 24,000 شخص، وعدد المصابين تخطى 80,000. وأكدت أنها تتابع عمليات الإجلاء التي وصلت إلى أكثر من 90,000 شخص، وأن النازحين تجاوز عددهم 1,000,000 ويعيشون في مناطق إيواء مؤقتة. وأشارت الإدارة إلى استمرار ورود هزات الأرضية التي بلغت أكثر من 1,800 هزة ارتدادية في ولايات كهرمان مرعش وملاطيا وأديمان وغازي عنتاب منذ زلزال الاثنين المنصرم. وأضافت أن أكثر من 30,000 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال، وأن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمة من دول أخرى بلغ أكثر من 7,000 فريق. ذكر الدفاع المدني السوري في مؤتمر صحفي له أن عملياته اتخذت مسار البحث والانتشال، أن فرص العالقين تحت الأنقاض بالبقاء على قيد الحياة نادرة جدا بعد مرور أكثر من 100 ساعة على الكارثة. وأكد البيان الذي نشر عقب المؤتمر الصحفي على استمرار عمليات البحث والإنقاذ وتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم، وأضاف بأن الفرق تحارب الزمن لأجل الوصول إلى المتضررين أحياء، واعتبر بأن نقص المعدات ذات الفعالية سببا كبيرا في هذا العجز، وأن عدد الضحايا في سوريا من جراء الزلزال بلغ أكثر من 3,300 قتيل، وعدد الإصابات بلغ 10,000 إصابة بالإضافة إلى آلاف المباني المدمرة. عمليات البحث ولن نتوقف لإنقاذ من تبقى، وسنكون حريصين على تسليم جثامين الشهداء إلى أهلهم. أود أن أشكر إخواننا السوريين الذين كانوا العصب الأساسي والمنظمات الأهلية والمحلية في عمليات الدعم والتبرعات. لقد بلغ عدد شهداء سوريا إلى الآن 3,384، منهم 2,037 استطعنا انتشالهم، بالإضافة استطعنا إنقاذ 2,953، وبلغ عدد الجرحى في سوريا أكثر من 10,000، وآلاف من المباني المدمرة بشكل جزئي وكلي. إن هذه الفاجعة تحتاج منا التعاون والتكافل وتعويض ما يمكن تعويضه من الخسائر الفادحة. وفي ظل الوضع الإنساني المتردي في سوريا، ناشدت الأمم المتحدة عبر برنامج الغذاء العالمي على ضرورة فتح أكثر من معبر لإيصال المساعدات للمتضررين السوريين. أوضحت أنه تم توزيع حصص غذائية في شمال سوريا تكفي 25,000 شخص لمدة أسبوع، وذلك في كل من إدلب وطرطوس وحلب واللاذقية، وعلنت عن تقديم منح إضافية بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز جهود المساعدة. وأضافت بأن المنظمة رفعت مخصصات صندوق الطوارئ لمواجهة تداعيات الزلزال إلى 50 مليون دولار. جولة أوروبية جديدة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بعد مغادرته العاصمة عدن. ورئيس حكومة المناصفة يتفقد عددا من المواقع العسكرية في العاصمة، والجنوبيون يعيدون تجديد الذكرى 56 ليوم الشهيد.
غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي ومعه عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي إلى الرياض في طريقهم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن جولة خارجية تشمل أيضا جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعوتين رسميتين. وقال مصدر في رئاسة المجلس أن العليمي سيعقد مباحثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول العلاقات الثنائية والمسجدات اليمنية وسبل تنسيق ومضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية سيشارك العليمي في مؤتمر ميونخ للأمن حيث يناقش زعماء وقادة ورؤساء المنظمات والمفكرون من مختلف البلدان التحديات الأمنية الراهنة والسياسات المطلوب تشاركها على كافة المستويات. وفي سياق آخر، تفقد رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي القوات المسلحة في دائرة الإمداد والتموين والقاعدة الإدارية العسكرية في العاصمة عدن. واستمع رئيس حكومة المناصفة ومعه وزير الدفاع الفريق محسن الداعري إلى شرح مفصل عن نشاط إدارات ومعامل القاعدة الإدارية والدور الذي تقوم به في توفير الاحتياجات التموينية واللوجستية للوحدات القتالية في المنطقة العسكرية الرابعة. كما زار معمل الخياطة وتجهيز البدلات العسكرية مطلعان على الطاقة الإنتاجية للمعمل الذي يستوعب كوادر شبابية ونسائية من أقارب الشهداء ويقدم خدماته لكل منتسبي القوات المسلحة والأمن، إضافة إلى زيارة الورش والمخازن الخاصة بالقاعدة الإدارية، حاثين على بذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين وتأهيلهم. كما قام رئيس حكومة المناصفة بزيارة ميدانية إلى مستشفى باصهيب العسكري في العاصمة عدن، وذلك للاطلاع على أوضاع المستشفى ومستوى الخدمات التي يقدمها بعد إعادة تأهيله. أطاف معين بأجنحة وأقسام المستشفى مطلعا من قيادة المستشفى على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للمرضى والجرحى من منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وكذلك المواطنين، والخطط القائمة لاستمرار تطوير المستشفى والارتقاء بخدماته. ووجه رئيس الوزراء باستكمال أعمال الصيانة والتجهيزات الطبية لمستشفى باصهيب الذي يعد من أقدم المشافي في الجزيرة والخليج العربي الذي يمثل مركزا رئيسا للخدمات الطبية العسكرية في العاصمة عدن. وفي ذات السياق، تفقدت لجنة عسكرية من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة القوات العسكرية في محور مران بمحافظة صعدة، وطلعت اللجنة على سير عمليات التدريب والتأهيل ومستوى الجاهزية القتالية والمعنوية، واستمعت إلى شرح مفصل عن الموقف العملياتي والميداني في مسرح عمليات نطاق انتشار المحور. وقالت مصادر مطلعة أن المحاور والوحدات العسكرية في الحد الشمالي تتهرب من مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية وتسهل لهذه الجماعة المارقة استمرار خروقاتها العسكرية في جبهات القتال عن طريق التفاهمات بين قادة تلك المحاور التابعة لحكومة الشرعية والموالية لجماعة الإخوان مع الميليشيات الإرهابية لجماعة الحوثي الموالية للنظام الإيراني. بعد كل تلك التضحيات، اختار الجنوبيون 11 فبراير كيوم للشهيد الجنوبي الذي تحل علينا اليوم ذكراه 56. وأقر الجنوبيون إعادة تجديد هذه الذكرى، ذلك بإعلانهم عن تجديد إحياء هذه المناسبة منذ ما بعد الاستقلال الوطني الأول في العام 67، ويتخذون من هذا التاريخ يوما للشهيد تقليدا لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الوطن في مختلف المراحل التي ناضل فيها شعب الجنوب ضد المستعمرين والبغاة، وداد فيها هؤلاء الشهداء عن وطنهم ودافعوا بأرواحهم فاتورة لأجل حرية الوطن. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا: الاطلاع على سير العمل في هيئة مستشفى سيئون العام وبحث إمكانية عودة البعثة الصينية لمزاولة عملها في المشفى. نحو 40 عملية جراحية نوعية يجريها الوفد الطبي الاستشاري الجراحي للمخيم الخيري لمرضى مديرية الضليعة بساحل حضرموت. وديربي الذهاب ينتهي بالتعادل الإيجابي بين ناديي التضامن وشعب حضرموت. Thank you.
أهلا بكم من جديد. في العاصمة عدن عقد اجتماع لبحث المشاريع المنجزة والجاري إنجازها بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور عبر وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليا بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس. استعرض الاجتماع مستويات الإنجاز في مشاريع المجموعة الأولى وأخذ مناقشة مشاريع المجموعة الثانية من التمويل الإضافي. وأكد الاجتماع أن أغلبية نسب الإنجاز التي حققتها المشاريع تراوحت بين 80% إلى 90% في المشاريع ذات التمويل الأساسي في كل من عدن وتعز ولحج والمقلة، مشيرا إلى أن المشاريع المستهدف تنفيذها من قبل مكتب اليونبس سيتم الانتهاء منها في القريب العاجل. شيع جثمان عميد كلية تربية عدن الأسبق الدكتور صالح مقتن باقطيا إلى مثواه الأخير بمقبرة أبو حربة بمنطقة الحسوة بمديرية البريقة بحضور جمع غفير من كبار المسؤولين. وكان الدكتور صالح باقطيا من القامات الكبيرة التي تفتخر بها العاصمة عدن وقدم عطاءات أكاديمية وتربوية وطنية. وأعرب الشارع في العاصمة عدن عن أسفه برحيل الدكتور باقطيان، وذكر أن وفاته تعتبر خسارة لأحد علماء البلاد الأجلاء لما له من رصيد عال على المستوى الأكاديمي والإداري، حيث سخر حياته في البذل والعطاء وخدمة العلم ومجتمعه ووطنه. اطلعت القيادة والسلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بمعية القائم بأعمال السفارة الصينية لدى بلادنا السيد تشاو تشينغ على سير العمل بهيئة مستشفى سيئون العام. وتعرفت السلطة المحلية بوادي حضرموت والوفد الصيني على الخدمات التي يقدمها المشفى للمرضى وأهم الاحتياجات والصعوبات التي يواجهها وأسبل التغلب عليها. في ذات السياق زار القائم بأعمال السفيرة الصينية المقر الخاص بسكن البعثة الطبية الصينية التي كانت متواجدة بمشفى سيئون العام منذ عشرات السنين، مستمعا من إدارة المشفى إلى الخدمات التي كانت تقدمها البعثة للمواطنين وبحث إمكانية عودتها لمزاولة عملها في ظل الاحتياج الكبير لها خلال الفترة الحالية بحضرموت. احتفل المعهد المهني الصناعي بتخرج 533 من طلاب المعهد بمدينتي سيئون والقطن العامين الماضيين في عدد من التخصصات. وأشار مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت أشار إلى أن طلاب المعاهد يواصلون حصد المراكز الأولى على مستوى البلاد وتحقيق نسب نجاح مرتفعة في الثانوية المهنية بلغت 66%، وكذا تحقيق طلاب المعهد التقني الزراعي البيطري بالقطن على الترتيب الأول على مستوى والبلاد. كما حقق طلاب المعهد نسبة نجاح 100% في الاختبارات الوزارية فيما بلغت نسبة التمكين لمخرجات المعاهد 75%. أجرى الوفد الطبي الاستشاري الجراحي للمخيم الخيري لمرضى مديرية الضريعة بساحل حضرموت نحو 40 عملية نوعية لطب النساء والتوليد في مستشفى القويرة العام بمديرية دوعان. وقال رئيس مجلس الاختصاصات الطبية بساحل حضرموت البروفيسور عامر بالعفير أن الوفد الطبي نفذ نحو 40 عملية نوعية تشمل المناظير الجراحية والأورام الليفية والأكياس، مشيرا إلى أن المخيم يأتي امتدادا للقافلة الطبية التخصصية لسيرتها مؤسسة الطبير بزائر التنموية منذ نحو شهر بمديرية الضلعة، مضيفا بأنه تم فرز الحالات التي بحاجة للتدخل الجراحي، مؤكدا أن المخيم يعمل بصورة مجانية ويوزع الأدوية العلاجية اللازمة للمرضى. والآن جاءنا معظم العمليات كانت عمليات جراحية كبرى من ضمنها أورام ليفية، من ضمنها عمليات منظار علاجي، منظار استئصال أورام وأكياس وعمليات أخرى. وصلنا الآن تقريبا لحد 40 عملية إن شاء الله سوف نستكملها هذا اليوم بإذن الله. كل العمليات الآن الحمد لله ناجحة والناس طيبين والناس هم فرحانين بهذا المخيم المجاني الذي قام بتوفيقه المجلس اليمني للتخصصات الطبية وبالرغبة من الاستشاريين في مساولاته. اختتمت بمدينة المقلة الدورات التدريبية في مجال كهرباء السيارات والتمديدات الكهربائية ولف المحركات. وتستهدف الدورات التي تأتي بتمويل من صندوق تنمية المهارات 500 شاب وشابة ضمن مشروع التأهيل المهني للشباب لسوق العمل بهدف بناء قدراتهم في عدة مجالات مهنية مختلفة. واختتم المشروع في مرحلته الأولى تأهيل 100 شاب في 3 مجالات مهنية، مستكملا المشروع بمرحلة ثانية مستهدفا ساحل ووادي وصحراء حضرموت في المجالات الإدارية والمهنية والمحاسبية وتدشين عدة برامج الخاصة بالكادر النسوي. وجرى في اختتام الحفل تكريم المتدربين بشهادة تقديرية وحقائب للأوائل.
جاءت فكرة المشروع لتدريب 500 شاب وشابة في المحافظة. المرحلة الأولى نفذ منها 100 شاب في مدينة المكلا، المرحلة الثانية ستنفذ في باقي المديريات والوادي ستعطى حصة له. أهمية هذا البرنامج جاءت من احتياج للسوق واحتياج للشباب، وذلك ليخلق لهم فرص عمل تدر لهم بالدخل الذاتي لهم. كانت الدورة مدة 120 ساعة تقريبا، استفدنا في الدورة كيفية التمديدات، كيفية أنواع الأسلاك، تركيب البطاريات، طبعا نزلنا نزولات ميدانية الواقع العملي، استفدنا كثير. تعلمنا خلال هذه البرنامج كيفية فك المحركات من ناحية الفحص العام للكهرباء، كمان تعلمنا عملية فحص بالكمبيوتر وعملية ربط السويس، وكمان الدائرات الكهربائية من فيوزات، من قاعدة بيانات، من حساسات، بكل ما فيها من دور الكهرباء. لإيصال المعلومة إلى الشريحة المستهدفة بطريقة أكثر حدثة ولتحقيق أفضل النتائج، تحتاج إلى معرفة السبيل الأمثل للوصول وفق معايير معينة للحملات الإعلامية. المزيد في سياق التقرير الآتي. في البداية أنا أحب بكم جميعا ونشكركم. لأهمية الحملات الإعلامية في المجالات التربوية والأمنية والانتخابية وغيرها من المجالات، أقامت مؤسسة المعرفة للتنمية الأمسية التدريبية بعنوان إدارة الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي برعاية المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت. دور الإعلام كبير في توجيه المجتمع نحو القضايا التي تهمه وكشف الحقائق بكافة الوسائل ليتسنى للجميع معرفة ما يجري، فالتوعية ضرورية خصوصا مع انتشار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار المعلومات المضللة للمتلقين. طبعا نحن ندعم مثل هذا الأنشطة للمؤسسات التابعة المنطوية تحت المجلس التنسيقي، فآتت مؤسسة المعرفة بهذا الفكرة من أجل الحملات هذه الإعلامية، ونحن نقوم بدعمها في هذا المجال، وكما نسعى دائما إلى تطوير المجال الإعلامي في عدة مجالات. لابد من رفع الوعي بأهمية التخطيط للحملات الإعلامية والتعرف على أنواعها لإدارة الحملات بشكلها الصحيح لتوصيل المعلومات للمستفيدين، فالعمل وفق رؤية معينة وتخطيط مسبق يحقق الأهداف المرجوة من هذه الحملات. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي تعد الوسيلة الأسهل والأقل تكلفة في تنفيذ الحملات الإعلامية، لذلك احنا اخترنا مواقع التواصل الاجتماعي لتكون هي الوسيلة الأولى في تنفيذ الحملات الإعلامية، وحاولنا تطوير مهارات المتدربين في جانب إدارة مواقع التواصل الاجتماعي وتنفيذ الحملات الإعلامية بواسطتها. تهدف الأمسية إلى إكساب المشاركين مجموعة من المهارات التي تمكنهم من إدارة الحملات الإعلامية وكيفية البدء في الحملة وتحديد مدة زمنية لها وغيرها من المهارات التي تساعد على تحقيق حملة إعلامية ناجحة. تعتبر هذه الدورة من الدورات المهمة التي يحتاجها الإعلامي، والتي أصبحت من ثقافة العصر أن يكون الإعلامي متمرس ومتمكن في إدارة الحملات الإعلامية بشكل عام. الدورة أعطتنا صورة أولية عن أهمية الحملات، أنواع الحملات، مسار الحملات، كيف تصمم حملة إعلامية ناجحة. طبعا استفدنا من الدورات من الدورة عدة محاور، منها إيش الفرق بين الإعلان والحملات الإعلانية والحملات الإعلامية، وأيضا الوسائل المستخدمة وكيفية والآلية. نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانصياع وراء أي معلومة يخلق مجتمعا واعيا بكل الأحداث التي تدور حوله. لقناة المكلا، فيصل الجابري. عرس جماهيري بين قطبي مدينة المكلا في ديربي الذهاب بين ناديي التضامن وشعب حضرموت في نصف نهائي بطولة كأس حضرموت بنسختها السابعة. مراسلنا من أرضية ملعب برادم عد لنا التقرير التالي، نتابع. صدحوا بصوت عالياً
هذه الجماهير العاشقة في هذا العرس الكروي الجماهيري. صراع العمالقة بين ندين عنيدين، يسعى كل منهما للفوز وحجز بطاقة التأهل للنهائي. لاعبو التضامن والشعب قدموا أفضل ما لديهم في مباراة سادها التوتر والأخطاء التحكيمية بحسب مختصين. الشوط الأول للمباراة بدأ اللاعبون فيه بلعب متناسق يسوده الهدوء، ولكن ذلك لم يدم طويلا حتى انهالت الكروت الصفراء من كل حدب وصوب. التوتر كان سيد الموقف لأهمية هذه المباراة والإصابات من كلا الطرفين. شوط أول خيم فيه اللون الأصفر وسط شد وجذب حول من يستحق الكرت ومن لا يستحقه. حقيقة اليوم شفنا متعة كروية كبيرة، يعني من فريقين من ناديين كبيرين، خاصة في عملية الجوانب الفنية شفنا لمسات حلوة ومباراة يعني إلى آخر دقيقة. حقيقة يعني مباراة متعة غاية في المتعة، يعني مباراة كانت حلوة بين الطرفين، بين نادي التضامن وبين هذا الشعب، والحمد لله على كل حال انتهت بالتعادل، والرياضة تجمعنا ولا تفرقنا، وإن شاء الله عاد مباراة يوم السبت بإذن الله بنسعد الجمهور هذا كله بإذن الله. الشوط الثاني لم يكن مختلفا عن سابقه ما عدا التهديف في نهايته، بعد أن سعى كلا الفريقين لكسب الوقت وتسديد الأهداف، فكان ذلك من نصيب نادي الشعب أولا عبر اللاعب عماد منصور. شد ذلك لاعبو فريق التضامن الذين بدورهم سعوا جاهدين لإحراز هدف التعادل، حيث تمكن اللاعب محسن باقادر من تحقيقه في آخر الدقائق من الوقت الأصلي المباراة. مباراة ممتازة جدا، بس التحكيم كان فيها قليل مش على المستوى، ونطلب من الأخوان المسؤولين المدرجات غير كافية، الملعب برادم. وبالنسبة للمباراة نحن عاد العودة الآن تعادلنا، وإن شاء الله مباراة العودة نحسمها بإذن الله. وأجواء المباراة كانت حلوة، وإن شاء الله نفرح جمهورنا في المباراة الجاية إن شاء الله بإذن الله، المباراة حقنا ونقدم الأفضل. رغم المحاولات من بعض مشجعي الناديين لجر المباراة لمربع العنف والفوضى، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت حاضرة وبقوة، وتمكنت من تأمين هذه المباراة داخل أسوار الملعب وتنظيم الحركة المرورية في الخارج لضبط السيول البشرية من عشاق الناديين الذين حضروا لمشاهدة هذا الديربي. حشد جماهيري كبير ملأ المدرجات مبكرا، وإثارة وتشويق شهدها المستطيل الأخضر. إذن فالرياضة في حضرموت تستعيد عافيتها. لقناة المكلا فيصل الجابري. في شبوة دشنت السلطة المحلية حملة توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد التي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بتمويل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. ونوه وكيل محافظة شبوة علي الكندي بحجم الحملة التي تشمل توزيع أكثر من 300 ألف ناموسية، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف غالبية السكان في جميع المديريات وفقا لمؤشراتها السكانية، مؤكدا أهميتها في الحماية من الأمراض التي تنتقل عبر حشرة البعوض. بدوره ذكر رئيس الحملة أن 165 مشرف سيعملون خلال الحملة مع 276 عامل توزيع و 138 سيارة، بهدف الوصول إلى كل المناطق المستهدفة في وقت زمني محدد. أفادت مصادر عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية حكومية ومسلحين قبليين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب مع وجود عدد من القتلى والجرحى. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت عقب قيام مسلحين قبليين بقطع طريق رئيسي في منطقة كراب مديرية الوادي على خلفية مطالب بتزويد محطة وقود تابعة لهم بالمشتقات النفطية، وكذا قطع الطريق الرئيسي الذي يصل بين مدينة مأرب ومحافظة حضرموت. هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطة المحلية في محافظة مأرب التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية، ويتمركز الحوثيون في مناطق واسعة من المحافظة.
تمكن الفريق رقم 22 مسام من تأمين وتطهير مدرسة الشعب عكاد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية التي كانت تتواجد تحت الأنقاض في المدرسة. وأكد مشرف فرق مسام المهندس عارف القحطاني بأن الفريق 22 العامل في محافظة تعز تمكن من تأمين وتطهير مدرسة الشعب عكاد من الألغام والعبوات الناسفة التي تتواجد على مداخل ومرافق المدرسة وتحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية كانت تشكل تهديدا مباشرا لحياة الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة الملتحقين بالمدرسة. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الاطلاع على سير العمل في هيئة مستشفى سيئون العام وبحث إمكانية عودة البعثة الصينية لمزاولة عملها في المشفى. نحو 40 عملية جراحية نوعية يجريها الوفد الطبي الاستشاري الجراحي للمخيم الخيري لمرضى مديرية الضلاعة بساحل حضرموت. وديربي الذهاب ينتهي بالتعادل الإيجابي بين ناديي التضامن وشعب حضرموت. نشرتنا الإخبارية انتهت، إلى اللقاء.